ثلاث أسباب مختلفة كانت وراء اعتذار مصر عن عدم المشاركة الأولمبية في ثلاث دورات أولمبية. الأولى كانت 1932 في لوس أنجلوس، مصر رفضت إنها تسافر علشان اللجنة الأولمبية الدولية رفضت طلب المصري باستبعاد أنجيو بولاناكي المصري من أصل يوناني اللي هو كان ممثل مصر في اللجنة الأولمبية الدولية، ومصر طلبت من اللجنة الأولمبية الدولية إن هم عايزين مصري ابن مصري يعني من أصول مصرية تماما يبقى هو الممثل المصري في اللجنة الأولمبية الدولية. اللجنة الأولمبية الدولية لما رفضت وأصرت على وجود بولاناكي لأنه بولاناكي كان شخص مهم جدا وهو أحد أصدقاء كوبرتان، فمصر قررت إنها احتجاجا على هذا الأمر مش هتشارك في دورة أولمبية 1932، ودي كانت أول مرة مصر تنسحب فيها من دورات أولمبية. المرة الثانية كانت 56 في ملبورن في أستراليا بسبب العدوان الثلاثي على مصر، فمصر قررت إنها لن تشارك في الدورة الأولمبية. المرة الثالثة كانت 1980 لما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية عبر إعلامها في إقناع المسلمين إن هم ما يشاركوش في أي نشاط يقوم بيه الاتحاد السوفيتي، ودورة 1980 كانت في موسكو، واستجابت مصر لهذا الطلب وقررت إنها أن تقاطع دورة موسكو لأن الاجتياح السوفيتي لأفغانستان كان 1979، وبدأت بعدها البروباغندا الأمريكية لإعلان الحرب العالمية على الاتحاد السوفيتي، فكل العالم الإسلامي تقريبا رفض المشاركة في دورة موسكو 1980. وإلى جانب ثلاث دورات مصر انسحبت منهم، في دورتين مصر لم تستكمل مشاركتها فيهم. الدورة الأولى كانت 1972 في ميونخ لما قرر العرب الانسحاب بعد حادثة اللي هي ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدورة الثانية كانت دورة مونتريال 1976. كانت مصر سافرت بالفعل وشاركت في الدورة وبدأت مشاركتها وبدأت تلعب، لكن الأفارقة كلهم قرروا مقاطعة هذه الدورة والانسحاب منها لأن اللجنة الأولمبية الدولية سمحت لنيوزيلندا بالمشاركة، ونيوزيلندا كانت على تعاون وثيق مع جنوب أفريقيا اللي هي مبعدة أفريقيا بسبب نظام التفرقة العنصرية، فالأفارقة قدموا احتجاج وطلبوا بطرد نيوزيلندا من هذه الدورة ولم تستجب اللجنة الأولمبية الدولية، فقرر الأفارقة الانسحاب وعدم استكمال الدورة، وبالتالي مصر كرائدة في أفريقيا انسحبت ولم تستكمل المشاركة.